شكرا لرئيس الحفلة المؤطر وأساتذتي الكرام وإخواني الأحبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الخلاق الولي فلا ولي من دونه ولا واق، الغني الذي لا تغيب خزائنه مع كثرة الإنفاق، المحيط الذي لا ينام ولا يسهو عن جميع الخدائم في جميع الآفاق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد ولا ند ولا منازع ولا مشاق. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فهو أشرف الخلق على الإطلاق. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التلاق. أما بعد، فيا معشر الحاضرين، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، وأعوذكم وإياي على الشكر على نعمه، فإنه قد جمعنا في هذه الحفلة التي تعفها رحمته وبركاته. وأقوم أمامكم لأقدم خطبة عن آفة من الآفات العالمية التي لا تنفك عن الطلبة في هذه المدرسة وفي مدارس العالم، وهي النوم عند الدرس، وهو مشكلة عظيمة حيث خصها الأساتذة بتعيين الموضوع لها بين الموضوعات الستة لهذه المسابقة الخطابية، مع أن طلابنا في متنوعة من المشاكل، فإنه يؤدي إلى عدم الانتباه للشرح الذي يقوم به شيخه، ويفضي إلى عدم فهم الدرس أو إلى فهم ما هو خلاف مراده، فضل وأضل، ويعتبر سوء الأدب مع المشايخ والعلم. ولا شك أن مسيء الأدب محروم من البركة، ويعد من علامات التكبر عن العلم، فلا يعطي النائمين بعضه لأنهم لا يعطونه كله. ثم هناك العديد من الأسباب التي تناوم الطلبة أثناء الدراسة، ولكن أقدم منها ما هو أكثر شيوعا بين طلابنا، نظرا إلى أن الوقت لا يعلم استيعابها. طيب، السبب الأول عدم الحصول على قسط كاف من النوم. ينام بعضهم في وقت متأخر من الليل حتى الواحد أو الاثنين صباحا، على الرغم من أنهم يعلمون أن الغد يوم الدرس. وقد يكون النوم المتأخر بسبب إفراط المطالعة والمراجعة، أو بسبب إضاعة الوقت في أنشطة غير نافعة مثل الدردشة وشرب الشاي وأكل البسكويت والكعكعة وقراءة الرواية الخيالية والتجول، أي طواف الليل وغير ذلك. فعلى من تكون هذه ممارسته أن ينام مبكرا، لأن الله جل وعلا جعل النوم سباتا، وجعل الليل لباسا، وجعل النهار معاشا. والسبات قطع للحركة لتحصل الراحة من كثرة التردان والسعي في المعايش في عرض النهار، والراحة تكون في الليل الذي يغشى الناس ظلامه وسواده حتى يذهب النعاس في النهار الذي يكسب الطلبة العلم فيه لتحصيل المعيشة الموتية في الدارين.
وهذه سنة كونية إذا مشى الإنسان عليها على فطرة فطر الله الناس عليها أفلح. فعلى من يحب المراجعة في وقت متأخر من الليل أن يغير هذه العادة. واعلموا أن الطلاب المتفوقين هم الطلاب بستادي سمعت أعني الدراسة الحكيمة، ليسوا بستادي هارد أعني الدراسة المضنية. أعني عليهم بتنظيم أوقات المراجعة والنوم في شكل جيد منظم حتى لا يتعدى وقت أحدهما وقت الآخر. نعم. السبب الثاني الإفراط في النوم. النوم الطويل قد يجعل الطلبة يشعرون بالنعاس طول النهار ويجعل الدماغ بطيئا. وعلى حسب الاستقرار القسط الكافي من النوم من 6 إلى 8 ساعات ليوم، ولا تنام لأكثر من ذلك. نعم، القيلولة ولو قليلة تساعد الطلبة على دفع النعاس وقت الدرس بعد الظهيرة. السبب الثالث الأكل الكثير. وجدت معظم طلابنا يأكلون ويشربون كثيرا، ويأكلون مع أنهم شباب، يأكلون في الفصل بعد تناول الفطور والغداء، وذلك يؤدي إلى طهر المعدة بالجهاز الهضمي على هضم الطعام حينا بعد حين. وتتطلب هذه العملية إلى الكثير من الأكسجين، وإذا ركز الأكسجين إلى الجهاز الهضمي اشتغل عن الجهاز العصبي والدماغي، فيشعرون بالنعاس أثناء الدراسة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الشبع يثقل البدن ويزيل الفطانة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. وحيا بنا إلى نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقليل من الأكل. قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقلن صلبه. فإن كان لا معادة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. السبب الرابع عدم الرغبة في الدرس. وغالبا الرغبة في الدرس لا تأتي بنفسها، بل تنشأ ببعض التأثيرات مثل الآباء والمعلمين والأصدقاء وإتقان جيد لبعض المواد واكتساب درجات عالية له في الامتحان السابق وغير ذلك. والحق أن هذه التأثيرات تترتب على عدم الإخلاص لله تعالى في الطلب، فلذا ينبغي للطلبة إخلاص نجاتهم لله تعالى لابتغاء وجه الله. إن شاء الله تعالى سيزيدهم الرغبة في الطلب. وأخيرا أيها النائمون عند الدرس اجعلوا خطبتي هذه عبرة لكم تكونوا من الناشطين الموفقين الناجحين. إلى هنا أكتفي بهذا، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.